اليوم نستكمل محاضرتنا اللي انقطعت الأسبوع الماضي، نحكي شوية عن الأوبتيكالز أوبتيكال أيزومر. أكو هواي أنواع من الأيزومر، many type of isomers. هنا اللي يهمنا medical importance and biological importance is the optical isomers and the other isomers we state later. Optical isomer يعني شنو؟ أيزومرات ضوئية لها فعالية ضوئية، بعدين راح نجي عليها شذا شوية بعد. مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة، all monosaccharides except داي هيدروكسي أسيتون اللي كنا هو ما عنده كايرال كربون أتوم مثل ما حكينا. All of them contain one or more asymmetric or chiral carbon atom, which is mean chiral. Chiral mean that the carbon atom bonded with four different groups. Okay. All optical isomers occur half optical isomer, optically active. لها فعالية بصرية. انتو لو مكملين منهجكم كان شفتوا اكو شيء اسمه بالسادس اسمه بولاريميتر، ولم يعني اكو حكي عنه. بولاريميتر هو جهاز تدوير مستوى استقطاب الضوء المستقطب، الضوء اللي إلى حزمة مثل ما سمعين بالكهرومغناطيك ويف. هذا الـ optical active isomers إلها هاي المواد إلها قابلية على تدوير، حجي مثل ما نراجعكم بالسادس، تدوير مستوى استقطاب الضوء المار خلالها بزاوية معينة. جهاز الاستقطاب شنو هو البولاريميتر؟ بولاريميتر عبارة عن شنو؟ تشامبر يخلون بيه السامبل وينطوا أشعة عمر مصدر الضوء اللي هو الكترومغناطيك ويف، وبعدين السامبل، وبعدين الطريقة لقياس زاوية الاستقطاب. لزاوية الاستقطاب نخلي واحد من هاي الأيزومرات، طبعا هي كل شجر إلى قابلية معينة إلى زاوية معينة يدور بها مستوى الاستقطاب. هسه ما فاهمين، شويش بعد شوية بالحكي راح تفهمون. يخلون الجهاز وأكو فد طريقة لقياس زاوية الاستقطاب. زاوية الاستقطاب فد شيء خاص بكل مادة، مثلا شلون مثلث قائم الزاوية، الزاوية 90 هاي ثابتة، الزاوية القائمة 90. هذا الشجر زاوية تدويره مثل 52.5 هاي ثابتة إله، وين ما يخلوه يدور الضوء، أما يمين يسموه ديكسترو أو يسار يسموه ليفو، يمر خلال الشعاع الكهرومغناطيسي ويقيسونه بطريقة ما، يقيسون شقد دار مستوى هذا الضوء. مستوى الدوران خاص بكل شجر، مثل عندنا الجلوكوز زاوية تدويره مثلا 119.5 هاي ثابتة له، وين ما يخلوه هو يدور يسوي تدوير روتيشن فور الكترومغناطيك ويف فور ذا لايت، زاوية شنو؟ 119.5. الفركتوز يدور الضوء بزاوية 52.5. هسه هذا التدوير اما على اليمين يدور مستوى الاستقطاب، مستوى يعني صاير مثل يصير مثل الكف الايد بلين، مستوى شلون الورقه الشعاع المغناطيسي يصير اشعته مستويه مسطحه، يدورها هاي الماده هاي الشجرة لها فعاليه بصريه تدور الضوء، اما يمين يسمونه ديكسو روتيتري او يسار يسمونه ليفو روتيتري. لهالسبب هاي المركبات اللي هي الاوبتيكال ايزومرز يسموه فعاليتها الضوئيه هي هاي. مثل ما اخذنا الايزومرز مو مثل اعطيك البيوتان او الهكسان، اقول لك انطيني الايزومرز مالته فانت راح تعطيني السلسله التشين مستقيمه، بعد شوي راح يسوي لي فرع، بعد شوي راح يسوي لي فرعين. هاي بالحالات الايزومرات العاديه. بالاوبتيكال ايزومرز الاوبتيكال ايزومرز دائما تشين تختلف بيه، من قلنا
تختلف التوزيع الـ OH والـ H ما قبل الـ OH والـ H على يمين أو يسار الكايرال كاربون أتوم. واضح لو ما واضح؟ هسه شوية راح توضح، أدري ما واضح، شوية شوية راح تفهمون. بعدين نجي عدد هاي الايزومرات، هسه شوي راح اعيدها ونفهمون. عدد هاي الايزومرات ايش قد عددها؟ شلون نعرف هذا الشوجر كم ايزومر له؟ على اساس هاي المعادله 2 اس ان. الان شنو؟ نمبر اوف كايرال كاربون اتوم. مثلا عندنا الجلوكوز ايش قد؟ باربعه كايرال كاربون اتوم. نرجع هذا الجلوكوز بواحد اثنين ثلاثة أربعة كايرال كاربون اتوم. كم ايزومر له؟ اثنين اس أربعة، يعني ايش قد؟ يعني 16. شلون راح نوزعهم؟ نوزعهم مثلا أول واحد أول ايزومر تكون الـ OH كلها على اليمين، ثاني ايزومر الـ OH كلها على اليسار، ثالث واحد اثنين على اليمين واثنين على اليسار، وهكذا. إذ ينتج من هاي الطريقة ثمانية، ثمان ايزومرات. الثمانية الباقين شنو؟ الثمانية الباقين ثمانية من عندهم ايش راح يصير بهم؟ هاي الـ OH ما قبل الأخيرة، هاي الـ OH اللي على الكربون ما قبل الأخيرة ثمان ايزومرات بها، شنو؟ الـ OH تكون على اليمين. الثمانية الباقيات وين؟ هم نفسهم بس يصير لهم mirror image، صورة مرآوية. يعني شلون تخلي مراية بالنص وينقلبون كلهم اللي على اليمين يصير كله على اليسار. واضح؟ الشجر كله هذا اللي على اليمين، الـ OH الأولى كانت على اليمين، الثانية على اليسار، هاي على اليسار تصير على اليمين. يعني كل واحد له mirror image ثاني، بس هذا ما له علاقة بالفعالية. هذا مثل الأول فعاليته ما له علاقة بالزاوية مادة اللي مثل الجلوكوز. إذا خلينا له الشجر الثاني بمرر إيمج له الصورة المرئوية مادة، إيش راح يصير؟ الجلوكوز أول كايرال على اليمين أو إتش، ثاني كايرال على اليسار، والباقيات اثنينهم على اليمين. المرر إيمج له إيش راح يصير؟ أول كايرال على اليسار الـ OH، والثانية على اليمين، والباقيات الاثنين اثنينهم وين؟ على اليسار. بس هذا الشجر الثاني المرر إيمج إلى اسم ثاني، إلى فعالية بصرية ثانية، ما له علاقة بالجلوكوز كفعالية بصرية، ما له علاقة بالجلوكوز كخصائص في فيزيكال كيميكال. شجر قام بذاته مثل ما يقولون. أوكي؟ ثمانية من عندهم نسويهم ايزومرات نوزع، والثمانية الباقين نفسهم نقلبهم mirror image، mirror image of all. اوكي. ف ال دكتور يصير توزيع لنا اياهم بالتفصيل؟ بالتفصيل يحتاج شنو؟ يحتاج ورقة وقلم. خليني اشوف هسه، انا اشوف اقدر اسويها على الباوربوينت. باوربوينت هم مصير ناخذ الجلوكوز مثل مثال وبعدين نشرح الباقي. دكتورة تقدرين تسوي درو عليها؟ اي فوق اكو درو. درو وين هالدرو؟ ها هاي اوكي. مثلا هذا الجلوكوز، هذا اول واحد الى شنو؟ الى ايزومر ثاني، هو واحد من الى اشكال 16 ايزومر مثل ما قلنا، هاي متفقين عليها ولا لا؟ نعم دكتورة. إلى 16 ايزومر، وحدة من ايزومراته هو نفسه بس نقلبه هيك، نقلبه على الصفحة الثانية. شايف؟ يعني شلون نخلي مراية بس نغير الاتجاهات، بس نغير الاتجاهات، نفس جلوكوز بس نغير اتجاهاته يطلع شجر ثاني مو جلوكوز. أوكي؟ هم ألدوهكسوز بس مو جلوكوز. هاي الـ OH تصير هنا، OH هنا،
هاي الـ OH تصير هنا، أنا ما جاي أسيطر على هاي الـ OH تصير هنا وهاي الـ OH تصير هنا، هذا صح، يصير شوغر ثاني واحد من أيزومرات. أوكي، هذا الجلوكوز هنا إذا تلاحظون هاي شنية الحرف الأول مكتوب تتحول L دي، هاي شنو معناها دي؟ دي معناها الـ OH اللي قبل الأخيرة صايرة وين؟ صايرة على اليمين. دي مأخوذة من كلمة لاتينية اسمها ديكسترو معناها يمين، يعني هذا الجلوكوز منخليه بالبولاريميتر، هاي النوعية من الجلوكوز الـ OH مالته، لا مو بولاريميتر هس، هاي الـ OH مالته وين؟ على اليمين بالتركيب. الـ جلوكوز وينه؟ الـ جلوكوز نفسه ثانيه، هاي الـ OH وين تصير؟ على جنب اليسار. ذرة الكربون ايش ثالثة، ليش ذرة الهيدروجين صايرة على اليمين؟ يعني شلون شاذة عن الترتيب الموجود؟ وينها؟ واحد اثنين ترقمين من الكربونيل؟ منين بدأت؟ الذرة الثالثة. إيه؟ واحد اثنين ثلاثة، هاي الثالثة. إيه؟ شبيه صار على اليمين، يعني ليش مو على اليسار نفس باقي ليش صارت على اليمين؟ هاي على اليسار، هي حاليا على اليسار، بس قلنا كايزومر ثاني كايزومر موجوده، يعني هي او اتش اتش او اتش او اتش، يعني ليش هي هاي الثانيه اتش مو او اتش نفس؟ لانه هي هاي خصائص، اذا صارت او اتش راح يصير اللوز، راح يصير شوغر ثاني. الجلوكوز الكربون اتم رقم ثلاثة صاير على اليسار، هاي خصائص الجلوكوز تركيبه هيك، اذا غيرناها من هنا صار شوغر ثاني، صار اللوز مو جلوكوز. واضحه لو ما واضحه؟ هو الجلوكوز هي الجلوكوز. اوكي، هنا تشوفون هذا الحرف دي كابيتال، دي كابيتال معناها شنو؟ معناها الاو اتش هاي صايره شنو؟ على اليمين. على اليمين يعني شنو؟ الشجر الاصلي هذا تركيبه. الجلوكوز شلون يصير؟ الجلوكوز الجلوكوز بالعكس، هاي الاو اتش تصير هنا وهاي الاو اتش تصير هنا وهاي الاو اتش تصير هنا وهاي الاو اتش تصير هنا، نفسه بس اذا تجيبون مرايه بالبيت تخلوها على الجلوكوز هنا تشوفون هذا المرر ايمج له الجلوكوز الكابيتال. دكتورة كامل غير مو بس قبل الأخيرة. قبل الأخيرة الكل يتغير، الكل يتغير، بس هو كدلالة إنديكيتر هاي قبل الأخيرة ما نبغى يعني تغير تبعا إلها. إيه كل الشجر، الشجر دي قبل الأخيرة تكون على اليمين، هي هاي الدلالة مالته. إحنا ما نروح نبغى على كلهن، كل الشجر الإل الأو إتش على اليسار، هاي حتى نعرفها بسرعة، دي لو إل الأو إتش هاي. هاي الـ OH ما قبل الأخيرة هي هاي تكون على اليمين الشجر دي. إذا صيغة الـ L مرأوا بالمرار أمج، يعني راح يعطينا الغير مركب، يعني مركب جديد بالمرار أمج. إيه مركب ثاني شنو اسمه؟ اسمه L جلوكوز فعالينا تمام. هذا دي فركتوز، دي كم كايرال كاربون أتم قلنا، الكيتوز شجر تختلف تنقص رأ واحد يعني بي ثلاثة، إذا الجلوكوز بي أربعة هذا بي ثلاثة لأن كيتو. كم أيزومر إله؟ اثنين ثمانية أربعة من عندهم الـ OH على اليمين هاي ما قبل الأخيرة، وأربعة من عندهم شنو؟ الـ OH تصير على اليسار، هاي الإنديكيتر مالتنا قلنا، أربعة من عندهم D وأربعة من عندهم L. واضحة؟ اسمعني دكتورة شنو معنى كايرال؟ كايرال معناها غير متناظر، مرتبط بأربع مجاميع مختلفة، كايرال سنتر أو كايرال كاربون أتم. دكتورة شلون أربع يعني نغير بيه؟ يعني غير ستركتر واحد يصير؟ شنو ستركتر واحد؟ لا يعني إلى أيزومرات، أيزومرات مركبات ثانية. إي نعم، يعني إحنا مثل قلنا الجلوكوز 16 قلنا 8 بثمانية، ايه 8 دي و8 ال، يعني نضل اقلب بالاو اتش والاتش. ايه شوف سوي لي شوغر هسه كلهم بالجلوكوز، سوي لي شوغر كلهم على اليمين. ايه اسمه اللوز، دي اللوز. نعم ال اللوز شنو؟ كلهم تخليهم على
دول اثنين هم ايزومرات الجلوكوز اوبتيكال ايزومر. الفركتوز نفس الشيء، دول الثلاثه تقدر تتحركهم منه ومنه، طلع من عندهم اربع ايزومرات واربعه تسويهم او تقلبهم مرر انرجي. يعني عادي يختلفوا مو نفس اللي نقدر نقول او اتش او اتش، يعني مثلا نقدر قلت لك ايزومرات تنتج مركبات ثانيه، مركبات ثانيه مو فركتوز. نعم اوكي. هنا دي رايبوز ايش قد كم كيرل الكربون؟ ثلاثة، يعني مثل الفركتوز بي ثمانية اثنين اس ان، ثمانية توزعهم منه ومنه. دي اوكسي بي اثنين كيرل، ان وحدة هاي ما بيها اكسجين، دي اوكسي منقصة الاكسجين، اثنين كيرل اثنين اس اثنين اربعة، توزعهم اما اثنينهم على اليمين او اثنينهم على اليسار، او واحد على اليمين وواحد يسار، واحد يسار وواحد يمين. أربع يعني المركب الوحيد اللي ما ممكن يتغير اللي هو الكيتو ترايوز، اللي ما نقدر ابدا نغيره باي شكل ثاني. لا مو كيتو ترايوز، اي صحيح كيتو ترايوز داي هيدروكس اسيتون صحيح، لان هذا ما بي ما بي كايرال، ما بي اوبتيكال ايزومر، ما بي اوبتيكال اكتيفيتي. اوكي ما ايش اغير شنو ما يعني ما تو متماثل ايش اقدر اغير بيه؟ ما يتغير، ما يتغير. هنا تشوفون هاي طريقة تحول هذا دي فركتوز شلون صار ال فركتوز. هذا دي فركتوز كان كيرل واحد اثنين ثلاثة، الصيغة الال من عنده المرر ايمج كأنما خليته مراية، هاي الاو اتش على اليسار الثالثة صارت على اليمين، وهاي الاو اتش صارت على اليسار، وهاي الاو اتش صارت على اليسار. من نجري تفضل من نجري نعرفه بسرعة، دي لو ال نباوع القبل الأخيرة هاي، نشوفها يمين لو يسار، شبنا يسار على طول قلنا ال، لأن هي الوحيدة اللي ثابتة بالدي وثابتة بالأل. كل الدي لو اتش على اليمين وكل الدي لو اتش على اليسار. الدي والأل دولي الأيزومرات، الشجر والمرر إيمج إله إلهم اسم باللاتيني، إلهم مصطلح يسموه إنانشومر. إنانشومر الدي فركتوز، إنانشومر للأل فركتوز. كل دي أو أل دي جلوكوز، هذا الأل الصيغة الأل جلوكوز من عنده يسموها إنانشومر للجلوكوز. دي رايبوز وأل رايبوز اثنينهم إنانشومرز، يعني مركبات واحد الثاني واحد يسمونها الصورة المرآوية. هسه متخلي متخلي هسه الفركتوز، تجيب الأل الفركتوز وتخليه على الأل جلوكوز، الأل فركتوز تشوفهم ما ينطبقون، يسموه سوبر أمبوز غير منطبق. هاي الصورة هاي الصيغة هاي الأيزومر ما ينطبق على هذا. ميزات الإنانشومر إنه هو ما ينطبق، هذا عكس هذا. أوكي؟ أي شيء بي على اليمين هذا على اليسار، يسموه سوبر أمبوز لا ينطبق. المرر إيمج لا تنطبق على الأيزومرات، ما تنطبق على بعضها. هذا الشكل هنا طريقة للتعبير عن شلون نرسم الشجر بها طرق. هاي الطريقة إنه تخلي المجموعة الكربونية للأعلى وتوزع الشجر على أساس إنه مثل السلسلة وتوزع الـ OH يمين ويسار. هاي الطريقة من اكتشفها؟ شلون اكتشفنا هيك؟ اكتشفنا العالم فيشر، يسموها لهالسبب يسموها فيشر بروجكشن فورمولا. هاي الطريقة يسموها مساقط فيشر، فيشر بروجكشن فورمولا. هذا دي جليسيرال دهايد وهذا ال جليسيرال دهايد، اثنينهم شنو قلنا؟ إنانشومر. هاي الطريقة أكثر شيء بالمختبرات يسموها بول أند ستيك، أكو عدة استيكات وكرات مختلفة كل كرة تمثل عنصر معين. هاي طريقة بول أند ستيك، هاي بس الحفظ شرحها ما مطلوب. بول أند ستيك هسه هنا مثل البول هي رصاصية هاي الجراي، إنه هي شنو؟ ذرة الكربون الـ OH هذا ريد، الهيدروجين وايت، مجموعة الكربونية كلها
هذه شنو باللون اليلو، والبقية المجموعة الآر نمثلها هذا الأزرق، والبقية ونهاية المجموعة CH2OH مثل هذا. تشوف هاي المراية مخليها مرار، تشوف هسه هذا صورة مرئوية لهذا، هذا دي كليسيرالدهايد وهذا ال كليسيرالدهايد، كأنما هذا ميرور ايمج لهذا. هاي الطريقة يسمونها بول اند ستيك مودلز. الطريقة الثالثة طريقة 3D، طريقة 3D تشوف هذه اكو مو العصرة ما معبر عنها خط، اذا ماخذين هيك خطوط صغيرة تنطيك كأنما مثل ما تشوفون بالسادس اعلى الورقة واسفل الورقة، كأنما ثلاثية الابعاد. هنا تشوفون هذا السهم، تشوفون من نبادي صغير العصر معبر عنها كأنما مثلث. تشوفون هو لا راح نستخدم احنا اكثر شيء فشر، ما راح نعبر 3D، راح نستخدم فشر هي ابسط شيء. هاي طريقة ثلاثية الابعاد، هاي يسمونها برسبكتيف فورمولا، طريقة تناظرية برسبكتيف. أكثر شيء راح نعتمده فشر، طريقة ثانية بعدين هسه راح تجي على شرحها. هسه نجي أخذنا هسه شوية أوبتيكال إيزومرز، أوبتيكال الإيزومرات البصرية. هسه نجي لشنو الفعالية الضوئية، مثل ما قلنا البولاريميتر. كل شجر هسه الجلوكوز مثلا، هو دائما ناخذه كمثال، الجلوكوز صيغة خاصة به منخليه بالبولاريميتر مثل ما قلنا، ونمر عليه شعاع ضوئي، واكو مستقبلات تقيس هذا الجلوكوز، راح يدور يسوي مش شعاع ضوئي، راح يفتر يسوي له روتيشن. الشعاع الضوئي المستقطب، سامعين بالاستقطاب؟ ماخذين له لا انتوا الكتروني ما هو دكتور هذا اللغة عندنا احنا الاستقطاب. شوفوا الإشعاع الكهرومغناطيسي يمثلوا مثل بالرسم خط وأشعة داير مدار الخط، شلون كروسات. شوف هي وهي أشعة هي وهي وهي، يعني عفوا هي تجي بالمنتصف يعني ما جاي يعني. تنكسر؟ لا الإشعاع الكهرومغناطيسي نقطة معينة يعني تنسحب كل النقطة معينة. الشعاع الكهرومغناطيسي خلنا مثله بعد أحاول، هذا شعاع وهذا شعاع وهذا شعاع، كلهم يمشون هيك، فما على زاوية معينة 360 درجة زوايا، ما على مستوى معين، كل الاتجاهات تصير يعني كل الاتجاهات. الضوء المستقطب يسمونه plane polarized light، هذا مستوى واحد كأنما ورقة، ضوء المستقطب ورقة مستوى واحد، يعني ناخذ شلون من كل الأشعة ناخذ من عدها مستوى واحد من الأشعة، هو عدة 360 درجة كلها أشعة واحد هيك كروسات. نا هذا مستوى وهذا مستوى، تمام دكتور واضح. الضوء المستقطب ماخذين منه مستوى واحد فقط هيك قصيرة أشعة، هذا الضوء المستقطب واضح، هذا الشعاع الكهرومغناطيسي العادي وهذا الضوء المستقطب ماشي بمستوى واحد مثل مستوى الورقة، كأنما ورقة جاي تمشي. هذا الشعاع الكهرومغناطيسي الضوء المستقطب يسمونه مستقطب استوائيا عندكم بالسادس plane polarized light. هذا الشعاع بنخليه بالبولاريميتر ونخلي هاي المواد يسمونها optically active نشطة بصرية، بدل ما ماشي بتسعين درجة راح ندور مستوى استقطاب الضوء. الجلوكوز مثل ما قلنا إلى زاوية 112.5 راح يقيسها زاوية تدوير 112.5، هاي الزاوية ماكو شجر ثاني زاويته 112، هاي خاصة بالجلوكوز من طبيعته من خصائصه، مثل ما قلنا بي 6 ذرات كربون وبي كربونين بي او اتش وبي اتش، زاوية تدويره من صفاته انه هو تدويره 112. الفركتوز منخلي زاويته شنو؟ عفوا 52.5،
بس شنو الفرق؟ هاي المواد الأوبتيكال أكتيفيتي إما يسوي الروتيشن فور ذا رايت، يسمونه ديكسترو باللاتيني يميني التدوير ديكسترو روتيتري، أو ذا ليفت يسموه ليفو روتيتري. هاي شلون نعبر عنها؟ نكتبها على المركب طريقتين، إما نكتب بلس نعبر عن هاي الزائد نحطها قدام الشجر حتى نقول هو يميني التدوير ديكسترو روتيتري، أو نخلي سمول دي اللي هي شنو فرقها عن الكابيتال دي؟ الكابيتال دي الأو اتش على اليمين، كابيتال دي اوبتيكال ايزومرز حتى نفرق. بنقول هذا المركب دي جلوكوز بالكابيتال، هذا دي جلوكوز، هذا دي جلوكوز. أنا شوية اليوم تعبانة شوية. الكابيتال دي هاي الكابيتال دي شنو معناها؟ هذا نوع من الايزومرات البصرية الـ OH على اليمين، معناها جلوكوز الـ OH على اليمين. الـ جلوكوز شنو؟ الكابيتال ال جلوكوز شنو هي؟ على اليسار. على اليسار. على اليسار. الكابيتال ال والكابيتال دي ما لها علاقه بالبولاريميتر، يجوز هو ال بس يدور نحو اليمين، ال بالتركيب بس خاصيته انه يدور نحو اليمين. واضح لو ما واضح؟ ما واضح. شوف واضح. نحكي على مستوى تركيب، نقول كابيتال كابيتال دي وسمول دي. من نحكي على مستوى تدوير بالجهاز نحكي سمول دي وكابيتال، سمول دي وسمول ال. هسه الفركتوز هذا شوفه دي لو ال الفركتوز كابيتال كابيتال دي منخليه بالجهاز بولاريميتر سمول دي، لا سمول ال الفركتوز يدار التدوير. واضح؟ هذا بتركيبه دي لأن هو اتش على اليمين، بس بفعاليته سمول ال لأن يدور الضول اليسار. زين دكتورة، كل مركب الدوران مالته يختلف؟ كل مركب لزاوية تدوير معينة خاصة به. ما يعني نحفظها؟ ما ما تحفظها، أنت بتعطيك الجلوكوز 112 بوزيتيف والفركتوز سالب 52.5. تمام. غير ما تحفظ ما تحت، انت ما قلت لك انت مو كيمياء، انطيك اللي يفيدك بس. اوكي فهاي الطريقه، اما نعبر انه نشوف هذا دي بين قوسين زائد جلوكوز حتى نعبر انه الجلوكوز دي الاو اتش قبل الاخيره صايرة على شنو؟ على اليمين. بس فعاليته شنو؟ دوران الضوء ديكسترو بوزيتيف. او دي فركتوز اللي هو دي بالتركيب بس شنو؟ ليفو بالتدوير. دي بالتركيب ليفو بالتدوير، ليفو اليساري ليفو بالتدوير. عملية عكسية يعني. ما لا شوف الدي الاو اش ما قبل الاخيره ما لها علاقه بالفعاليه البصريه. الاو اش ما قبل الاخيره تبين انه هو كابيتال دي لو سمول دي. نشرح عنها نوضح عنها انه كابيتال دي البلس والماينس والسمول ال والكابيتال ال سمول دي والسمول ال انه هي توضح لنا عفوا توضح لنا الفعالية البصرية. ها شنو ثاني صفة من الصفات الفيزيائية للجلوكوز أو للمونوسكرايد. هسه نجي للإبيمير، هاي كلها مصطلحات لاتينية أطلقوها على نوع من الأيزومرات. إناشيومر شنو؟ شجر والمرر إمج إله. إبيمير
إبيمير شنو؟ هسه راح نجيها. إبيميرز are those monosaccharides that differs in configuration of OH on second, third, fourth carbon atoms. Epimers are called diastereoisomers. شوفوا لي هذا. هذا شنو هو؟ جلوكوز. هذا دي جلوكوز. دي ليش؟ على اليمين. شوفوا لي هذا الشجر الثاني اللي اسمه مانوز. شنو فرق عن الجلوكوز؟ ترى ذي المستويات اثنين على اليسار واثنين على اليمين. شنو اختلاف ترى؟ ليش هذا مانوز ليش هذا جلوكوز؟ ذرة الكربون الثانية. شبيه؟ مختلف الأوتش والأتش. ذرة الكربون الثانية. هذا شنو من غير هذا شوف هذا جلوكوز. من واحدة من أيزومراتها شنو هي اسمها؟ مانوز. مثل ما قلنا إلى شقد كم أيزومر الجلوكوز؟ 16 واحدة من أيزومراتها اللي هي دي مانوز. مانوز هذا قلنا يمتد شجر ثاني هذا مانوز شجر ثاني إلى خصائص فيزيكال عند كيميكال تختلف تماما عن الجلوكوز بس هذا اسمه أيزومر دايستري أيزومر. شنو فرقه؟ يختلف نفس التركيب يختلف بس configuration of OH when on the second carbon. أيزومرات تختلف بس one chiral carbon atom one يعني بس OH واحدة والباقي نفسه يسمونه epimer يعني هسه المانوز epimer للجلوكوز الجلوكوز epimer للمانوز الاختلاف وين بس OH واحدة. شوفوا لي هذا الجلكتوز هم واحد من شنو من أيزومرات من الأوبتيكال أيزومر للجلوكوز هذا شو يسموه جلكتوز. شنو فرق عن الجلوكوز؟ كربون أتوم هذا السي فور كربون أتوم رقم أربعة الأو أتش صايرة عين على اليسار والباقي التركيب نفس تركيب الجلوكوز. إذا الجلكتوز إبيمير للجلوكوز هذا مانوز إبيمير للجلوكوز إبيمير on what? On C2 or at C2 هذا شوف الكتابة إبيمير for glucose at C2 هنا إبيمير at C4 هذا إبيمير لهذا at C4 هذا إبيمير لهذا at C2. نرجع للتعريف دكتور هم لازم نعرف الترتيب دي دي ال ال او شيء لا 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 هاي راح تركز بيها قلت لك راح تعطيك لازم نحفظها اللي عندك تحفظين غيره ما تحفظين دكتوره يعني الايبيمر قصدك اختلاف بس بذره واحده بذره الكربون اي بس واحده اذا بس واحدة. يعني اذا اثنين نون ايبيمر مو ايبيمر واحده that differ in configuration of OH group إما الثاني أو الثالثة أو الرابعة لأن هو بيبي أربعة كايرال كاربونات الأولى كاربونيل ما بيها كايرال الثاني أو الثالثة أو الرابعة ليش ما قلنا الخامسة؟ دكتور إحنا ما عدنا شو اسمه اللي يكون غير متشابه خمسة دكتور أنا قبل الأخير قبل الأخير إيش بيها؟ قبل الأخير الديل وإل فقط يعني قبل الأخير دائما على اليمين مدام هو دي قبل الأخير دائما تصير على اليمين فما هي ما لها توزيع على اليسار إذا على اليسار ما صارت إبيمير صار أل شجر واضح؟ إذا خليناها على اليسار صار أل شجر صار شجر ثاني إحنا نحكي إبيمير للدي إبيمير للدي إيه تفضل هسه عندنا اللي ذرة الكربون الأولى بها ما بها C double bond O هي نفسها ال CHO هاي كربونيل إيه هي كربونيل يعني صيغة ثانية لا هي شلون يعبرون عنها مبسطة صيغة مبسطة للكربونيل بدل ما يسوي double bond ودبل هي يكتبهم ذرات واحدة بصف الثاني تمام شكرا CH2OH ما مسوي آصرة وآصرة ها شوفوا هاي CH2OH كاتب H2OH ما معبر عنهم بأواصر الطرفيات يجي نعبر عنهم احنا شكرا دكتور اهلا وسهلا
شوفوا نقول إبيمير للدي جلوكوز مو إبيمير للأل، مدام قلنا للدي هاي دائما تبقى هنا. تغيير وين يصير؟ ثانية ثالثة رابعة، هاي الفوق الخامسة دائما دي، دائما قلنا دي جلوكوز دائما دي دائما على اليمين. دكتورة يعني للمونوسكريات دائما للدي فما تلعب بها غير يعني ما نحسب لا مونوسكريات أكو بها أل هواي أل لا هسه حاليا إيه، بس إذا قلت لك إبيميرات لأل جلوكوز دائما على اليسار راح تصير على اليسار تصير أكيد حسب أنا الصيغة شوي تنتبه لي أنا وحاطت لك أل وحاطت لك دي نعم قلنا الاختلاف بس وين توزيع الهيدروكسي نجي غير إكسامبل هذا زايلوز زايلولوز ورايبولوز قلنا الكيتو شكر بالتسمية حتى نعبر عنها إنه هي كيتو نضيف المقطع U L O S بدل ما المقطع O S O S E هذا المقطع O S E حتى نعبر عن الشجر مجموعة السكروز هو شجر O S E هذا إذا جلوكوز إذا ألدو شجر إذا نعبر عن الكيتوز رايبولوز U L O S E هذا شنو مدام بها المقطع إذن هو كيتو شجر رايبولوز والزايلولوز اثنينهم دي يعني هاي الأخيرة شنو طول الأخيرة دائما على اليمين الإبيمير وين يصير هاي رقم ثلاثة هاي يصير على اليمين وهاي على اليسار الرايبولوز شنو هو إبيمير للزايلولوز والزايلولوز إبيمير للرايبولوز هذا السايكوز سايكوز البي سايلنت إذا بعدها السايد عفوها سايكوز هذا والفريكتوز ينهم كيتو هيكسوز كيتو كيتوزي هيكسوز 6 كربون اتم اثنينهم الابيمير احتمال يكون الثانية او الثالثة ليش لان يعني الشجر دي هاي الرابعة الرقم الخمسة ما نتحكم بها دائما تبقى على اليمين يعني الشجر مطيكم اياه انا دي الابيمير احتمال هنا يكون هنا او هنا بهاي الحالة هو صار على رقم ثلاثة على C3 السايكوز إبيمير الفركتوز آد C3 السوربوز هذا السوربوز دي سوربوز هم كيتو شجر هاي من أيزومرات الفركتوز مثل ما قلنا مو قلنا ثمانية إلى عفوا تعرف الإمبير يصير بالذرة الثالثة أو يعني شنو الفرق بيناتهم يعني هو مركب أنا أسوي بالثانية أو بالثالثة أنت ما سوينا أنت السايكوز يختلف عن الفركتوز بآت سي 2 هو مختلف عنه ما تسوي ما تحكم يبي مدام هو يعني سايكوز أنا بالسؤال مثلا نسوي هيك إمبير هذا المركب انتوا بعدين بتحكموا الفوزات وتعرفون السؤال شنو ليش مستعجلين على الأسئلة هسه فهموا ناخذ صفر السوربوز إبيمير المن للسايكوز at what what at C4 هاي C4 ال OH صايرة على اليسار السوربوز epimer for cycles at C4 آيا التاكيتوز هذا D تاكيتوز D ليش ال OH قبل الأخيرة على اليمين هاي ثابتة ودام هو D التاكيتوز وين يختلف at C3 C3 الأو اتش صايرة على اليسار بالتيجيتوز والسوربوز الأو اتش صايرة على اليمين التيجيتوز والفركتوز شنو فرقهم؟ آت C4 C4 بالفركتوز على اليمين والC4 بالتيجيتوز على اليسار هذا إبيمير لهذا وهذا إبيمير لهذا وهذا إبيمير لهذا وهذا إبيمير لهذا طبعا على دور مستوى ذرات مختلفة هذا مثل ما قلنا على C3 هذا على C4 هذا على C2 لازم نبين إبيمير at what carbon atom which one مو بس كافي نقول هذا إبيمير نقول هذا على هاي الذر دكتورة ما رخصتك سؤال تفضل جواب ال D وال L ناخذهم على أساس ال OH الأخيرة لو قبل الأخيرة قبل الأخيرة ال OH الأخيرة مو كايرال شوفينا الـ OH الأخيرة CH2OH هاي OH الأخيرة
مو كاملين، ما تمدل ان هي حره تصير على اليمين تصير على اليسار، هي اصلا ما مشو مرتبطه بشيء بعد. هاي الاو اتش، هاي الاو اتش على اليمين، اذا الشوغر دي الال جلوكوز وينه؟ نفسه الشوغر كله ينقلب، فراح تصير شنو هي؟ الاو اتش راح تصير على اليسار. الفركتوز هذا دي الالفركتوز. دكتورة سؤال ذني، السايكوز والسوربوز والتاكتوز هنا ذني ازومرات للفركتوز؟ ابيميرات، ابيمير وهم ايزومرز. اي ايزومر هيش قصدي، هم اوبتيكال ايزومر وهم ابيمير. بس دكتورة بالابيميرز لازم نحدد السي يا هي 3 اور 4، لازم تحدد. هسه نجي ال fourth property اللي هي functional isomer. functional يعني شنو؟ isomerات وظيفية. شنو فرق الكيتو شجر عن الألدو شجر؟ بالمجموعة الفعالة. مجموعة الفعالة. مجموعة الاختلاف المجموعة الفعالة راح يعطينا نوع من الايزومرزم. يسموه ألدوز كيتوز ايزومرزم. Functional group have the same molecular formula. شوفون الجلوكوز والفركتوز لهم نفس الصيغة المولكيولار الجزيئية. But they are different when بالfunctional group. الألدوز الجلوكوز ألدو شجر والفركتوز كيتو شجر. هاي الشجرات اللي هي تختلف يشابهون بالمولكيولار فورمولا وبالستركشنال فورمولا هم يختلفون بس بالمجموعة الفعالة. شو يسمونهم؟ ألدوز كيتوز ايزومرز. هذا ايزومر لهذا، هذا فانكشنال ايزومر لهذا، وهذا فانكشنال ايزومر لهذا. كم نوع من ايزومر خلنا؟ اخذنا الاوبتيكال ايزومر أربعة، واخذنا الابيمير، الابيمير، واخذنا الانانشيومير، وهذا الفانكشنال ايزومر. يا دكتور هذا بس فهم يعني ما بيشي الشجر نفسه نفس التوزيع، يختلف بس بالألدو والكيتو. يعني دكتورة ذا الأربعة كلهن هسه نظائر يصيرن؟ يا هم الأربعة، الأربع نقاط مال الإمبير وذن كلهن نظائر يعني؟ مو نظائر، يسمونه أيزومر. هي أيزومر تحكي النظائر، نظائر شوية دخلنا بالأيزوتوب بالنووية. آه نعم أيزومر، أيزومر حكي لي دكتورة. دكتور الألدوز والكيتوز أيزومر يعتمد على ذرات الكربون؟ يا هما الألدوز والكيتوز. الألدوز والكيتوز ايزومر يعتمد على الذرات اذا سته. طبعا لازم يكون نفس الصيغه الجزيئيه بس الفرق الصيغه الفعال، اما كيتوز توزيع مجامع ونفس توزيع مجامع الهيدروكسيد. هذا على اليمين هذا على اليمين، هذا على اليسار هذا على اليسار. شوفون هسه الفركتوز والجلوكوز ما قبل الاخيره قلنا دي ثابته على اليمين، هاي اليسار هم نفسها، هاي نفسها، هاي بدل ما كانت كايرال هنا صارت كاربونيل، فنفس التركيب. الاختلاف وين؟ بس بالفانكشنال جروب. واضح؟ هاي يسمونه ألدوز كيتوز ايزومرزم. هسه نجي قلنا طريقة التعبير عن الشجرات، إما بول آند ستيك، إما فيشر، إما بروسبكتيف فورمولا. راح نعتمده ناخذ فيشر وقلنا بعدين صيغة أخرى ناخذها بعدين. ناخذ الصيغة الأخرى هسا. هاي الحكي عن الكلام هذا عن السلسلة المستقيمة اللي بيها طريقة فيشر، هذه اللي بيها الكربونيل الأعلى ومجاميع الهيدروكسيد تتوزع يمين ويسار ذرات الكربون، هاي الطريقة عبر عنها العالم فيشر، بس هاي تنطبق على السكريات بالحالة السلد، بالحالة الصلبة. لما نخلي الشجر أي شجر نذوبه من سوليوشن، مثلاً إكيوس سوليوشن محلول المائي، لما نخلي الشجر بالسوليوشن راح تتغير. The functional aldehyde group إيش راح تصير؟ راح يصير يتحول الشكل من السلسلة المستقيمة للسلسلة الحلقية. هنا يتحول الشجر من مستقيم
إلى شجر حلقي. هذا هاي الطريقة الثانية للتعبير. راح يصير هذا الجلوكوز بالحالة الصلبة وتخليه بالسوليوشن، راح يصير تجاذب إلكتروستاتيكي. هاي ذرة الأكسجين هذه ماخذين الكاشف بحث عن النواة والكاشف بحث عن البروتونات. إيه نعم، النيوكتروفيلي والإلكتروفيلي. هاي سهل الموضوع شوية. هنا الأكسجين هذا وين صاير؟ تشوفون هذا الأكسجين اللي صاير على ذرة الكربون قبل الأخيرة. وطبعاً الأكسجين هو كل مركباته إيش راح شنو عنده؟ فري لون بير، مزدوج إلكتروني حر. شنو يصير إذا عنده مزدوج إلكتروني؟ يبحث عن شنو؟ إلكتروفيل لون نيوكليوفيل. هذا نيوكليوفيل مدام عنده مزدوج إلكتروني محتاج نواة يرتبط وياها على مود يكون أصره. هذا نيوكليوفيل باحث عن النواة. هاي ذرة الكربون، المادة الكربونيلة. من مخدين الكرة السلبية؟ كرة سلبية مخديها؟ بالسادة دكتورة. لا مو بالسادة، يعني قصدي ما تعرفون شن كرة سلبية؟ لا. لا دكتورة ما أعرف. أنت ما الفهم ناسيه. الكرة سالبية إنه العنصر والذرة لها قابلية أكثر على جذب الإلكترونات لها. الأكسجين أكثر كهروسلبية من الكربون، فالإلكترونات هاي مات هاي الأصغر إيش راح تنجذب؟ راح تنجذب أكثر باتجاه الأكسجين. صح هي أصغر بتساهمية تشترك بها الذرات، بس هذا أكثر كهروسلبية من هذا، فهاي الإلكترونات تصير أقرب للأكسجين، فيصير عليها الشحنة يسمونها شحنة جزئية سالبة. وهنا باعتبار الإلكترون بعيدة عنها شوية يصير عليها شحنة جزئية موجبة. دام لها شحنة جزئية موجبة يعني شنو؟ تعتبر نواة. يعني شو تصير؟ الإلكتروفيل تبحث عن إلكترونات حتى ترتبط بها. بالسوليوشن هاي راح تصير هاي السلسلة تصير حرة الحركة، مو مثل ما كانت بالحالة الصلبة. راح يصير تجاذب بين هاي الشحنة الدادة نواة وهاي ما قبل الأخيرة اللي هي النيوكليو، هذا النيوكليوفيل وهذا الإلكتروفيل. راح يصير تجاذب بين هاي الذرات الإلكترونات الأكسجين وهاي الكربون، راح يتكون حلقة. إيش معنى هذه وهذه؟ لأن هاي الحلقة تتكون ممكن يصير تجاذب بين هاي وهاي، ممكن بين هاي وهاي، ممكن بين هاي وهاي. بس إيش معنى هاي الخامسة؟ الحلقة هاي السداسية راح تتكون هاي كم درة؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. الحلقة السداسية بالنسبة للشجر هي أكثر استقرار، راح يصير تجاذب بين هذه وهذه. هاي الإلكترونات راح تهاجم ذرة الكربون، دام هاجمتها ارتبطت بها بالكربون. مش قد مرتبط هنا 1، 2، 3، 4 عناصر ارتبط منها بعناصر، أو أكو عناصر ثانية راح تنفتح، يا هي الدبل بوند راح تنفتح، راح تصير هنا سالب على الأكسجين. هاي الدبل بوند الأكسجين هنا ارتبط بثلاثة، ثلاث عناصر 1، 2، 3، ما يصير الأكسجين يرتبط بثلاثة. وهاي الهيدروجين راح تطلع، وين تروح حتى يستقر المركب؟ تروح على هاي الشحنة السالبة. المركبات دائما تكون تميل أن تكون ما مشحونة، ما عليها شحنة، فما أكو حالة استقرار تروح هنا صار شحنة سالبة، فهذا الهيدروجين راح يروح هنا. أوكي، راح يتكون لنا هذا المركب، هذا الأكسجين مال ذرة الأكسجين، هذا مال OH هاي ارتبط بهاي الكربونيل. شوف هاي الأكسجين مال هاي OH ارتبط بالكربون مال الكربونيل رقم 1، كون لنا هاي الحلقة. هاي كم درة؟ أكسجين كربون كربون كربون، هاي الحلقة السداسية يسموها، بعدين راح نجي على اسمها، حلقة سداسية تحول من sugar chain
سكر مستقيم إلى شكر حلقي. هاي هنا هاي الخط العريض معناها باتجاه القارة، هاي الطريقة الثريدي. بس هاي ما راح نعبر عنها، راح نمشي بس هنا بس للتوضيح. الـ OH والـ H راح يتوزعون بدل ما يمين ويسار، اللي على اليمين راح يصير للأسفل واللي على اليسار راح يصير للأعلى. بالتمثيل الحلق، اللي على اليمين بالتمثيل المستقيم بالفشر راح يصير بالطريقة الثانية يصير للأسفل، واللي على اليسار راح يصير للأعلى. هاي الطريقة ابتكرها منه العالم هاورث، فصارت اسمها هاورث بروجكشن فورمولا. هاورث بروجكشن فورمولا. دكتورة بس هنا أنا أشرح إن سالفة الألفا والبيتا، هنا أنا مكتوب إنه ال... بعدني ما قلت ألفا وبيتا، بعدني ما قلت ألفا وبيتا، هسه راح أقول لك. ظل شوي لا تستعجل، بس وقت المحاضرة خلص. شوف هنا فهمت الحلقة شلون صارت؟ نعم دكتورة. هنا هذا الكاشف باحث عن الإلكترون عن النواة، وهذا باحث عن الإلكترونات، ارتبطوا مع بعضهم كونون هاي الحلقة الأكثر استقرار. ممكن تكون حلقة بين واحد وثلاثة، ممكن واحد أربعة، وممكن واحد خمسة. إيش معنى قلنا واحد خمسة؟ لأن هي الأكثر استقرار، بس حلقة سداسية أكثر استقرار. شلون وزعنا الـ OH والـ H؟ صارت على اليمين وعلى اليسار، اللي على اليمين صار الأسفل واللي على اليسار على الأعلى. شوفوا لي هذا، هذا إحنا قلنا الجلوكوز كم كاين الكربون أتوم بهاي الحالة؟ أربعة. حسبوا لي هنا بالحلقة كم واحدة؟ خمسة. إحنا أنا بس واحد وسادس صادر. هذا هم أي مو كايرال ما نحسب. أربعة همين. هم أربعة. وين شلون أربعة؟ سويت اثنين ثلاثة أربعة. خمسة. إيه خمسة. يعني جت الخمسة. نعم نختلف لو. لا مجموعة الكربون. مجموعة الكربون اللي قلنا ليش ما حسبناها كايرال؟ ليش ما كانت؟ تمتلك دبل أو بوينت. دبل بوينت. اثنين أو. أوكي. هنا صارت واحدة. هنا فتحت الدبل بوند. شوفوا شوفوا المجاميع اللي بتطبق بها H و OH وهاي المجموعة و O، صار شنو؟ نيو كايرال سنتر، نيو كايرال كاربون أتوم. ينتج وين؟ بحالة الحلقة. هذا نيو كايرال كاربون أتوم نتجت بحالة الحلقة. هاي الكايرال كاربون أتوم تتوزع بيها الأكسجينات، قلنا إما للأسفل أو للأعلى. إذا صارت للأسفل الشجر شي يصير دي ألفا، يصير ألفا. إذا صارت للأعلى يصير بيتا. بيتا. هاي النيو كربون أتم شي يسمونها أنومر، بس المصطلح الخامس أدنى أنومر، أيزومر الخامس أنومرز، الأيزومرات الخام أنومرز اللي هي الألفا والبيتا. هذا نوع من الايزومر، نوع جديد من الايزومرز، الفا او بيتا. الفا دي جلوكو بايرانوز. طيب شنو عندكم محاضره بعدها؟ درس دكتوره وراها محاضره اساسيات طبيه. عادي اكمل هاي شويه لما يصير تنقطع، بس شويه دقيقتين. هذا الشجر اسمه بايران، هذا مو شجر، هذا مركب اسمه بايران، يشبه هاي الحلقة. ست ذرات كربون تقاطعهم ذرة أكسجين، هذا البايران يشبه هاي الحلقة. لها سبب سموا الشجر ألفا للأو أش لليمين، دي لأنها ألفا للأو أش للأسفل، دي للأو أش الأصلي لليمين، جلوكو بايران جلوكو لأن جلوكوز، بايران لأن يشبه هذا المركب، أوز لأن شجر، ألفا دي جلوكو بايرانوز. هاي الحالة شنو صارت لأعلى؟ بيتا دي جلوكو بايرانوز. هاي صيغة الألفا وصيغة البيتا، هذا نوع خامس من الأيزومرات. تمام دكتورة. مراجعة سريعة خلنا نختم.
الايزومرز الاوبتيكال ايزومرز الدي والال والكابيتال دي والكابيتال ال والإناشيومر والإبريمير والشنو والأنومر. واضح؟ هاي هسه هذه المحاضرة الجاية راح نشوف الفريكتوشوغر شلون نسوي حلقة. بس هنا نستودعكم الله وبالتوفيق إن شاء الله. عندكم أسئلة؟ شكرا جزيلا دكتور. مرحبا.